بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر فرحان عطية من قناة فري ايديوكيشن. اتكلم النهاردة عن توزيع منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول. الهدف منه ان انت تعرف عناوين الموضوعات عشان تبحث عنها في شبكة الانترنت وتنظم وقتك. يعني في شهر سبتمبر وشهر اكتوبر الموضوعات هيبقى موضوع الحرية، النصوص الأدبية، القراءة. ممكن تتابع معايا وتقرا معايا، اكبر الصورة اهو. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان تتابعوا اي جديد، والاعجاب بالفيديو، شاركة الفيديو مع اصدقائك السيد غيرك، التعليق اسفل الفيديو لو بكلمة تامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.